دخل الحسن فناداه النبي وأدخله تحت الكساء، ثم دخل الحسين وهو صبي صغير فناداه النبي وأدخله تحت الكساء، ثم جاءت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلها تحت الكساء، ثم جاء علي ابن أبي طالب فأدخله تحت الكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فقرأ قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أي أهل بيتي.